فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترك الصلاة متعمدا عدة أيام أو أكثر كشهر وغيره، فما حكم فعله وهل يجب عليه القضاء؟ يجب عليه التوبة، لأنه لما تركها متعمدا لم يكن مسلما. هذه ردة والعياذ بالله، تعمد ترك الصلاة ردة عن الإسلام. لكن باب التوبة مفتوح، توب إلى الله من جديد ويحافظ على الصلاة، يتوب الله على من تاب. نعم.